بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تطورات القضية الفلسطينية اتصالا بالعدوان الإسرائيلي الجاري على غزة. وخلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، شهدت المباحثات كذلك مجريات الأحداث في اليمن والتأثير السلبي على أمن وسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى الأزمة المستعرة في السودان وأيضا سبل تسوية الوضع في ليبيا، فضلا عن جهود حلحلة الملف السوري.